رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير يستقبل ممثلة مكتب برنامج العالمي للأغذية سيدة ماري إلين ماكا. وزير البنية التحتية يقوم بزيارة تفقدية لمشروع تعبئة الطريق الذي يربط تشاد بدولة النيجر عبر مدينة ريكريك الواقعة بإقليم كان. وزيرة الشباب والرياضة تقوم بجولة تفقدية لبعض الملاعب الرياضية في العاصمة أنجمان بهدف تشجيع الرياضة في العاصمة أنجمان. الأحبة الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية من أنجمان، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. يصادف اليوم 20 من شهر نوفمبر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأطفال، وإحياء لهذه المناسبة فقد أطلق بقصر الديمقراطية رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة بحضور بعض أعضاء الحكومة وممثلين منظمات ومؤسسات المهتمة بشؤون الأطفال. وحول هذه المناسبة نستضيف في الاستوديو معي الطفل علي إبراهيم أمين الخزينة نائب البرلمان للأطفال. السيد علي إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم احتفلتم يعني باليوم العالمي لحقوق الطفل، وفي احتفالكم ده في شعار يعني في التيم حقكم جاء كيف يأخذون الأطفال مسؤولياتهم، هل هذا ممكن؟ نعم والله ممكن الأطفال أن يأخذوا مسؤولياتهم. نعم كيف؟ والله أو كان إذا تريد أن تقدم حياتك وأنت لديك تاريخ كثير لديك تاريخ كثير. نعم. أولا أن تفكر أنت كطفل لديك مستقبل جيد. لديك مستقبل كي تتزوج. نعم. فهذا يمكن أن تعقص مسؤوليتك في يديك. وتعقص هذه المسؤولية يمكن أن تفكر كيف تدرس. كيف تدرس وكيف تحترم الكبار. فهذا هو المسؤولية. تمام. السيد علي إبراهيم، فعلا يعني الطفل انت قلت يقدر يشيل مسؤوليته. نعم. المسؤوليته ده وحيده بيقدر يشيلها، ولا الناس لابد تقف معايا مثلا الاهل الاب والام والحكومه، يعني هل هو وحيده بتقدر يشيل مسؤوليته ولا بمساعده انا المجتمع اللي هو قاعد فيه؟ نعم. الطفل وحيده ما يقدر يشيل المسؤوليه، يمكن بمسانده الاهل وبمسانده الحكومه وبمسانده بعض الاشياء. كيف نقول بهذا؟ لأن الحكومة لديها خبرة والطفل المستقبل للحكومة. فعلا. نعم. لهذا الحكومة تحتاج لهذا الطفل ويمكن تسنده في أي شغل، والأب والأم هم الأفضل لهذا الطفل كي يسانده في الدراسة وكي يفكر كيف هذا الطفل هل يذهب للدراسة ولا لا. فهذا بمساندة الأهل والحكومة الطفل يقدر يشيل مسؤوليته. نعم. السيد علي إبراهيم، طبعا أنتم في برلمان الأطفال، أنتم في شان تدافعوا لحقوق هنا الأطفال. نعم. في شان الأطفال يكون أطفال هنا مستقبل. نعم. طبعا نحن عندنا مشكلة هنا في تشاد، كثير من الأطفال ما عندهم شهادة الميلاد يعني الأكدينيسانس. نعم. والأكدينيسانس أهم حاجة في حياة الطفل. نعم. لأن بالأكدينيسانس يقدر بشهادة الميلاد يقدر يدخل المدرسة. نعم. يقدر يسجل في المدرسة، يقدر يستمر يعني في مستقبله. فأنتوا في برلمان الأطفال شنو فكرتوا في شان تلقوا حل للمشكلة هنا شهادة الميلاد؟ والله مشكلة شهادة الميلاد مشكلة كبيرة، وهذا المشكلة لديه حل. نعم. وهذا الحل يمكن حكومة أن تقيف وتقول لأي مستشفى إذا كان ما رجعت فتولي. نعم. فيمكن هذا الطفل إذا ولد هذا الطفل لا يخرج إلا بشهادة الميلاد. فهذا هو الحل الأول. نعم. والحل الثاني الأب ولا العم تفكر كيف ابنه ولد وبدون شهادة ميلاد. فهذا هو الحل. نعم. فهذا هو الحل. يعني الحل هو يعني في أثناء الولادة. نعم. في المستشفيات لابد عندما الأم تضع ابنها لابد من المسؤولين في المستشفى. نعم. عليهم استخراج البطاقة شهادة الميلاد للطفل. نعم. وأيضا حتى الأم والأب خليه يهتموا فيشان يسلوا شهادة الميلاد للطفل. كلام جميل سيد علي إبراهيم. أيضا الأطفال عندهم مشكلة الآن، نحن فعلا يعني أطفال في تشاد وفي إفريقيا وفي العالم أطفال كثيرين، خاصة في إفريقيا وفي تشاد في مشكلة التعليم. يعني لابد الأطفال يحتاجوا لتعليم، من دون تعليم السلاح الوحيد للطفل ده هو التعليم. الطفل التعلم ده خلاص يبقى كادر ويقدر يعني يساهم، يقدر
يضيف شيء في المجتمع، لكن الطالب الطفل ما تعلم يكون مشكله يعني. فشنو انتم في البرلمان عن الاطفال، شنو فكرتوا في تعليم عن الاطفال في المستقبل؟ تعليم الاطفال شيء مهم جدا، مهم جدا. نعم. وهذا التعليم لا يمكن لأبو للعم ويده أن تعلم ديني. نعم. يمكن أنا أقول دخال على الحكومة. نعم. بأن التسجيل في المدارس بدون قرص، بس نشوف في بعض المدارس يقولوا التسجيل ب200، بس وهذا المدير يريد عن شيئا كرشوة. نعم. ألف ولا 2000 كي تسجل في مدارس الحكومة. نعم. هذا خير قانوني. نعم. هذا خير قانوني. نعم. فيمكن الحكومة تخيط. نعم. وتشيف وتدير كيف هذا المدرسة تسجل هذا الأطفال أي ثمن. هذا المشكلة. هذا هو المشكلة. تمام. سيد علي إبراهيم، نحن طبعا نشوف الأطفال هنا في تشاد إن هم صغار بس يمشوا يخدمون، يعني يخدموا في العمل، مثلا البعض يخدم مثلا بشيل مثلا بخدمه يعني كطفل صغير مفترض يمشي المدرسة، يعني ما يمشي الخدمة، لكن هنا نشوف نسبة للظروف الصعبة ذا، نشوف الأطفال يمشوا كثير في العمل، تلقاها صغير بس يمشي يخدم، وطبعا يخدم لنفسه ولأسرته، فالشيء ده كله أيضا شيء كده صعب، يعني الطفل ده مفترض يجري لفترة يصل لغاية 18 أو 20 سنة بعد ده قبل يفكر في الخدمة، لكن هسه واحد تلقاه عنده 12 سنة 14 15 تلقاه هو جاي يخدم. فده ايضا انتم شنو فكركم فوق في برلمان الاطفال؟ والله في برلمان الاطفال تيفل من 10 الى 18 سنه يقوم الى العمل ليس جيدا، وهذا يمكن الحكومه تفكر في هذا، غير اذا تيفل ليس 16 سنه 17 سنه ويخدم هذا ليس جيدا، ليس جيدا فعلا. بعد الاباد والامات هم الذين يلوز هذا التيفل كي يخدم. نعم. ويجيب بلين ما يريد. نعم. وهذا ليس جيدا. نعم. هذا ليس جيدا. فيجب أن أنا كممثل برلمان الأطفال. نعم. أطلب من كل طفل أن يترك هذا الأمر وأن يذهب إلى المدرسة. ممتاز. كي يحوز علم كي ينفع في المستقبل. مستقبل. هذا الأمر ليس موجود لأطل المستقبل. أكيد. إذا كنت مريدا فمن المسؤول؟ ما في ضمانات. ما في ضمانات. نعم. فهذا يمكن إذا تدرس أن تذهب إلى المدرسة وأن تتعلم. حتى إذا تذهب إلى المدرسة وبعد المدرسة إذا تقدم ليس لدي مشكلة، بس وقت المدرسة هو المهم. نعم. فأنا كمؤسس البرلمان أطلب من الحكومة التشادية والأمهات والأبهات كلهم أن يشوف كيف هذا الطفل، هل يذهب إلى المدرسة ولا يدخل في العمل. نعم. كويس. أخ علي إبراهيم، طبعا فعلا يعني أنت كعضو في البرلمان الأطفال. نعم. أكيد أنت طفل تفكر في مستقبل الأطفال. نعم. والأطفال هم جيل المستقبل. فمشكلة أخرى كل قاعدة للأطفال هي مشكلة أنا يعني تلقى أنفاندري يعني أطفال في الشوارع، تلقاهم قاعدين في الشوارع ينوموا في الشوارع، يتعلموا عادات ما كويسة، يتعلموا سرقة، يشربوا المخدرات الكحول، موجودين في الشوارع. ده أيضا مشكلة، لأن لو تربى الطفل ده في نفس البيئة ده يعني الانفرام، انا هسه قاعد فوق انا شارع ده خطر مره. فشنو المساج حقك او رسالتك للاطفال عن الشوارع؟ والله اطفال الشوارع موجودين كثير جدا، واولا انا اطلب من الحكومه ان توقف هذا الاطفال في الشوارع. اذا وقفت هذا الاطفال في الشوارع يمكن لاي طفل جاي ان يفكر هذا الشارع ليس جيدا. نعم. وبهكذا الأطفال في الشوارع ليس الحكومة، أين الأبهات والأمهات والمسؤولين عن هذا الطفل؟ يريد الطفل وأن يتركوه في الشوارع ليس. فهذا أنا أطلب من الأمهات والأبهات أن يفكوا في المستقبل الطفل، وأن لا يتركوا الطفل في الشوارع، حتى إذا خرج من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء أن يسألوا أين الطفل، أين هو الطفل، لا يعرفون إلى أين ذهب. هذا هو الوجه. أنا كممثل أطلب من الأمهات والأبهات كلهم أن يحفظوا على أبنائهم، كل ما أن يحفظ على أبنائه. نعم. أن يفكروا يعني أن هل يذهب إلى المدرسة. نعم. علي إبراهيم، عندك كلام مثلاً كلام أخير عشان نختم الحوار ده، عندك كان عندك مثلاً رسالة أو مساج للأطفال أو مثلاً للمنظمات؟ في منظمات هي مختصة بالأطفال مش لليونيسيف، بعض المنظمات تقدر مثلاً كان عندك رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.
هذا يوم العالم للخوخزي. أنا أطلب من كل طفل أن يفكر في المستقبل. هذا البلد يحتاج إلينا، هذا البلد محتاج إلينا. فهذا منها نفكر كيف أن ندير هذا البلد، وكيف أن نكون نانو القادم في المستقبل. وهكذا أنا أطلب من كل طفل أن يفكر كيف يدرس، وكيف يكون لديه مستقبل جيد، كيف يكون له مستقبل جيد. شكرا زميل علي إبراهيم، ونتمنى لك التوفيق وللبرلمان الأطفال، وكل سنة وكل الأطفال هنا تشاد وعلى العالم بخير. وإن شاء الله رسائلك اللي وجهتها لأولياء الأمور وللحكومة والمنظمات إن شاء الله تصل، وشكرا لك. إذن وبهذه المناسبة